انتوا التلاتة يعني كنتوا عارفين؟ ونعرف ازاي يا استاذه؟ مفيش ولا واحده فينا كانت تعرف، كل واحده فينا كانت فاكره ان هي وبس. بلاش تعرفوا الاحساس، ولا واحده فيكم حست؟ قولي يا هبه، ولا واحده فيكم قالت انها عايزاه؟ ولا واحده فيكم قالت انها عايزاه؟ انا هكلمك عن نفسي انا، انا وهو لما كنا بندخل المخزن كنا بنسوي الهوائل، واول ما بنطلع من المخزن كان بيبقى زي القرد قدام القرادات بتاعه وهو ماسك له العصاية. ومين اللي ماسك العصاية بقى، القرد ولا القرادات؟ انا اسفه صفاء، امال الحكايه اتكشفت ازاي؟